يمكن كمان مشجعي النادي الاهلي دايما بيتصدروا المشهد. يعني انتم متخيلين ان في رابطه لمشجعي النادي الاهلي في النمسا كانوا في منتهى السعاده لما عرفوا ان الفريق هيعسكر عندهم، وفي كل دوله دايما بتلاقي مشجعي الاهلي وراه. يمكن شفنا برضو يا كريم خلال يعني الايام الماضيه دايما فاروق كان استضاف عدد كبير جدا من الجاليه العربيه في النمسا، كانوا موجودين في المعسكر عشان يشجعوا فريقهم علشان يكونوا جنبهم يعني. ويمكن خلونا بقى نتكلم اكتر عن رابطه مشجعي الاهلي في النمسا مع الاستاذ احمد البقليد رئيس الرابطه. صباح الفل عليك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. حضرتك انها عيد بالنسبه لنا وجود النادي الاهلي في فيينا وفي النمسا عموما. واحنا عايزين نعرف بقى من حضرتك طبعا بعد صباح الخير وسعداء بوجودك معانا في 10 الصبح في الاهلي، عايزين نعرف بقى منك من اللحظه الاولى اللي وطأت فيها اقدام لاعبي النادي الاهلي النمسا، انتوا كنتوا عاملين ايه؟ احنا كنا بنستعد للموضوع ده ورحنا بكميات كبيره عند المطار. هم سمحوا المجموعه بس بسيطه مننا عشان المطار مكان امني وكده. واحنا النهارده حضرتك بنجهز جماهير وطالعين دلوقتي في 3 اتوبيسات طالعين من فيينا، جروب نجوم الرياضه اللي هو قدامى لاعبي كره القدم في النمسا، مطلعين 3 اتوبيسات من عند النادي المصري عشان نشجع النادي الاهلي في مباراته الوديه النهارده مع فريق سلوفينيا، فريق من سلوفينيا اسمه انكا الوميني. انكا ده ترتيبه في الدوري حوالي الرابع في الدوري السلوفيني. فالنهارده هتلاقي حضرتك جماهير مصريه كتيره جدا في الاستاد ان شاء الله في محافظه شتايرمارك. طب احنا برضو عايزين نتعرف اكتر على الرابطه نفسها، يعني تاسست امتى؟ عدد اعضائها قد ايه؟ رابطه النادي الاهلي بالنمسا هنا ايوه طبعا تاسست حوالي سنه 2017. 2017 اتاسست، ودلوقتي عدد الاعداد بتاعتها حوالي يعني المؤسسين 10، انما الاعضاء حوالي دلوقتي داخلين في ال 40,000 بس. فيهم ناس من مصر، يعني فيهم ناس دخلوا معانا من مصر، انما الباقي من هنا من بين، لان جمهور الاهلي في النمسا كبير جدا في كل المحافظات. جميل. كل محافظات النمسا، وهم سعداء جدا واشتروا فانيلات والاعلام، وان شاء الله هتشوفوهم النهارده بامر الله في الاستاد النهارده ان شاء الله في مباراه الاهلي الوديه ان شاء الله. استاذ احمد خلينا برضو نعرف منك اكتر، يمكن انت بتتكلم ان انتوا استقبلتوهم في المطار واحنا شفنا بعض منكم يعني في التدريبات، يعني يمكن النادي الاهلي الفتره دي بيتمرن صباحي ومسائي، عايزين نعرف منك هل بتحضروا التدريبات دي؟ اتكلمتوا مع اللعيبه في ايه؟ مع كولر تحديدا خاصه يعني ان هو موسم استثنائي بالنسبه له كان الموسم الماضي، يعني قلت لهم كمان يمكن تحيات وحب اعضاء الرابط، عايزين نعرف اهم الاحاديث اللي دارت ما بينكم، وهل بتحضروا كل الاوقات بتاعه تدريب ولا يمكن بتحضروا اوقات محدده؟ في اوقات محدده بيسمحوا لنا فيها، في اوقات هو عاوز ينفذ خطط معينه ما بيسمحش، بنبقى واقفين من بعيد. احنا رحنا 3 مرات هناك واتقابلنا مع مارسيل كولر، انا عن نفسي اتقابلت معاه 3 مرات واتصورت معاه في كل مره بروح فيها وكلمته، قال لي احنا السنه دي عاوزين ننافس على كاس العالم للانديه. يعني احنا داخلين يعني داخلين في جوانا ان احنا ناخد مركز متقاضي، يا اما نكسب البطوله يا اما نلعب على المركز الثاني. وهو سعيد جدا جدا بالاجواء المعسكر وسعيد بالاستقبال ان المصريين هنا، كل تمرينه بيلاقي ناس رايحه. الناس بصراحه انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، البعثه بتاعه النادي الاهلي الاداره ومجلس الاداره واللعيبه كويسين جدا جدا وبكل ترحيب بيقابلوا الناس وبيتصوروا معاهم كل ادب واحترام، يعني بيعاملوا الجاليه مفيش احسن من كده بصراحه يعني. جميل. واحنا كمان سعداء بوجودكم وسعداء بمشاركتكم في هذا الحدث، يعني معسكر النادي الاهلي في النمسا، وبنتمنى لحضرتك كل التوفيق، وتحياتنا لكل اعضاء الجاليه المصريه من محبي وعشاق النادي الاهلي في النمسا. صباح الفل على حضرتك وشكرا جزيلا لوجودك معانا. بنشكر حضرتك والاستاذه مريم، نورتنا يا استاذ احمد. اشكرك يا فندم، حاجة حلوة قوي. المصريين بص منتشرين في كل الدنيا، الأهلاوية تحديدا طبعًا. الأهلاوية تحديدا منتشرين في كل مكان. ما شاء الله يعني. حائط صد ضد أي حاجة. يا رب إن شاء الله.